بسم الله الرحمن الرحيم. الأستاذ حسن عبد العليم حسنين بني حكم، مدرس بالأزهر الشريف. طبعا احنا بنلاقي كثير من الخدمات غير متوفرة عندنا. أولها مشكلة العيش، العيش يعني رديء 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 لدرجة ان احنا بنرميه للفراخ عندنا في البيت، والبط والوز بيأكلوا، يعني البني آدم استحال ان هو يأكل عيش زي ده. وطبعا العيش أهم مقاومة الحياة. عدده كام؟ وتمن ترغيف احنا بناخدهم، يعني يا دوب خلينا واحد مثلا رب أسرة عنده 5 6 أولاد مثلا، إذا ما لقاش مثلا دول بيضطر بيروح يجيب الرغيف بربع، ويا ريت الرغيف كمان بيكفي. طبعا لما لقوا الإقبال على العيش ابتدوا بقى يصغروا العيش حتى بربع ده. تراب زي ما الرئيس عملها، ما عندهمش ضمان. 5 ترغف نضاف للنفر حلوين، بدلا عن التراب ده اللي عم يتعمل. ده تراب بيعبوه من المخالب من المؤسسه، تراب بيعبوه مع الجمح، يخلطوه مع الجمح، تراب يخلط. المسؤولين مسؤولين امام الله، ينتقم منهم ربنا سبحانه وتعالى. الكاس النظيف ياخد يبيعها ودك يحط الغلة على التراب ويجيبه، وهو يبيع براحته، ما يبيعش، مفيش رقابة بالمرة، مفيش مسؤولين ولا رقابة. التموين بيجي يتبلص وياخد بعضه ويمشي، مفيش رقابة بالمرة. أنا أدير رقابة فاعلة وداعمة للشعب، لأن الشعب تعب 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 لما لا نهاية. نادي رياضي، نادي ثقافي، في صرف صحي، يبقى في وعي ديني، وعي ثقافي. الحالة الأمنية هنا ازاي في البلد؟ الحالة الأمنية تقدر تقول يعني كويسة، يعني حوالي 70% كويس. في نقطة هنا؟ في لا مفيش نقطة، في اللي هم الغفر اللي هم تبع ال عددهم حوالي كم واحد في البلد؟ حوالي 8 أو 9. 8 أو 9؟ وفي عمدة يعني، وفي اللي هي الغفر كده يعني، لو الدرك اللي كان بتاع زمان موجودة كده.